الأخبار مع جمال ريان. جمال، مساء الخير. ما الخبر الذي لفتك أكثر من غيره في نشرتنا؟ الحقيقة موضوع انديفر في كثير. لماذا؟ كثير من هواة الراديو في العالم الآن يحاولون إجراء اتصالات لاسلكية مع رواد هذه المركبة. لا تقول لي أنك واحد منهم. نعم، أنا مرخص حتى في الأردن، وهو جي واي 5 فوكسترات إكس راي. أرجو أن يكونوا دونوا ذلك. شكرا لك.